بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحباء يلي موجودين معنا بالكنيسة المباركة بحييكم، وإخوتي يلي عم بتشوفونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعم تسمعونا وعم بتعيشوا الإحساس يلي نحن عم نعيشه، حتى لو لكنتوا بعيد عنا إنما عم تقدروا إنه تعيشوا هاللحظات الحلوة بلقائنا مع بعض البعض وبكلمة ربنا يلي عم توصل لنا عبر العالم. رسالة الرب يسوع اليوم هي رسالة للكتبة وللفريسيين، وكلنا منعرف نحن، وصرت حكي عدة مرات عن الكتبة والفريسيين وعن علاقتهم مع يسوع المسيح. برجع بلخص وبقول إنه الكتبة والفريسيين كانوا هن من العلماء وكانوا من الأشخاص يعني بيعرفوا كتير بالكتاب المقدس، وهالأشخاص هودي كانوا هن المرجعية يلي بيلتجوا لإلهم الشعب وقت الصعوبة ووقت المشاكل ووقت في آيات بالإنجيل بالعهد القديم مش فاهمينها، كانوا يلتجوا لهالأشخاص. إنما هالأشخاص هودي كانوا بوجهين وبلسانين، يعني بالطريقة كانوا يلبسوا أقنعة بظهورهم قدام الناس، أما بداخلهم مثل ما قال لهم المسيح كانوا كالقبور المكلسة. فوجود يسوع المسيح، وجود يسوع المسيح كان مصدر إزعاج لهم، مع أنه هني حسب الكتب المقدسة بيعرفوا أنه حسب الكتب المقدسة رح يجي المخلص. إنما لما شافوا وجود يسوع المسيح عم يستقطب هالعدد الكبير من الناس حولهم، هالشي هذا سبب خطر على إذا بدكم المملكة اللي كانوا هن عاملينها. مشان هيك كان في اضطهاد منهم ليسوع المسيح. ولا مرة ولا مرة بيكونوا الفريسيين والكتبة حتى لو لسألوا ليسوع المسيح واستعملوا بعض الكلام يلي ظاهره هو ظاهر كتير حلو، أكيد نحن لازم نعرف إنه بالداخل تبعهم هن بيريدوا إنهم يوقعوا. يعني لما جابوا المرة الزانية استعملوا نفس الكلمة، قالوا له يا معلم الكتب عنا بتقول إنه المرة إذا كمشوة بحالة الزنا لازم ترجم، أما أنت فماذا تقول؟ هالشي اللي قالوه حتى يكونوا عم يزركوا ليسوع المسيح بالقرار اللي بده ياخده، تيشوفوا اذا يسوع مع التوراة ومع الشريعة اما هو رح بيكون في عنده تفكير جديد. وهون الشي ذاته يسوع المسيح بنرجع بنشوف انه نفس الكلمة اللي عم بيقولوها عم بيقولوا له يا معلم نريد ان نرى منك آية. واذا برجع انا وياكم للعهد الجديد لما كان يسوع المسيح على الصليب بيقولوا له إن كنت ابن الله انزال عن صليب حتى نحن نآمن فيك. فإذا الشيء اللي كانوا عم يحكوا عليه كانوا عم يحكوا عن شغلات ملموسة، كانوا عم يحكوا عن شغلات محسوسة، وحتى يحاولوا إنهم يكمشوا يسوع بشغلة من الشغلات. يعني منشوف إنه يسوع أكثر الأعجيب يلي عملها عملها نهار السبت، عملها نهار السبت بس حتى يقول لهم أنه السبت انعمل كرمال الإنسان مش الإنسان انعمل كرمال السبت. مشان هيك نحن بنشوف أنه يسوع المسيح ما بيشبه ولا أي نبي من الأنبياء. يسوع المسيح إجا حتى يكمل الأنبياء، لأنه كل الأنبياء لما بيحكوا بيقول الكتاب أنه النبي هو فم الله، يعني كان يتلقى الكلمة من عند الله وكان يجي يقول له للملك يقول له ربنا بيقول 1 2 3. أما يسوع المسيح تكلم كمن له سلطان. ومين هو الشخص اللي عنده سلطان؟ وحده الله، وحده الله يلي قال للدنيا كوني فكانت. يسوع المسيح بيرجع بيستعمل نفس التعبير، قيل لكم أما أنا فأقول، قيل لكم بالماضي أما أنا فأقول هلأ. فإذا مين بيقدر يستعمل هالكلام هيدا لو لم يكن الله؟ والأكثر من هيك عم يحكوا هون عن يونان،
والصورة هي صورة كتير حلوة، يطلبون شعب فاسق شرير، يطلب آية ولا يعطى آية إلا آية يونان النبي. يعني ما بكفيكن أنا الأعجيب يلي عملتها، رغم الأعجيب الكتير يلي أنا عملتها، أنتوا بعدكم عم تطلبوا أعجيب. عم تطلبوا أعجيب مش لأنه أنتوا إذا عملت أنا أعجوبة رح تآمنوا، أنتوا أشخاص ما بدكن تآمنوا. وهيدا هو حكي مبارح عنه أو أول مبارح، التجديف على الروح القدس. التجديف على الروح القدس لما الإنسان بيكون عايش وعارف أنه هو بحالة الخطية ورافض أنه يرتد ورافض أنه يتوب. هيدي هي الخطية يلي لا تغفر، لما إنسان مقرر أنه أنا عارف وين الغلط وعارف شو هو الغلط، ورغم الغلط يلي أنا عايش فيه أنا رافض أنه توب ورافض أنه أرجع لله. فإذا الفريسيين كانوا من هالجماعة هودي، من الناس يلي عارفين إنه هو ابن الله، وعارفين إنه كل الأعجيب والأعمال يلي عملها هي أعمال عظيمة، وما هدا وكله عم بيقولوا له أرنا آية، فرجينا شيء أي من هالآيات يلي موجودة عندك. فكلام يسوع المسيح هوني حتى يأكد إنه هو قبل يونان، وإنه هو قبل سليمان، وإنه هو قبل إبراهيم، وقبل الدنيا كلها سوا، إنه هو البداية، هو الألف وهو الياء. مشان هيك بيقولون إنه حتى أنتوا بتآمنوا بيونان، ويونان بقي بقلب الحوض 3 أيام، هالشي اللي عمله يونان هو دلالة لإله، هو دلالة لإله. مثل ما إنه يونان بقي 3 أيام بقلب الحوض، اندفن بقلب الحوض، كذلك الأمر ابن الإنسان رح يندفن بقلب التراب، ودفن المسيح بقلب التراب حتى يدوس الموت ويعطينا معنى جديد للموت. فإذن الموت مع يسوع المسيح وقبل يسوع المسيح كان شيء، والموت بعد يسوع المسيح صار شيء تاني. قبل يسوع المسيح الموت كانوا مقسومين، الفريسيين كانوا يقولوا أوكي في حياة تانية، بس شو هي الحياة التانية ما حدا بيعرف. الصدوقيين كانوا يقولوا إنه الإنسان مثل اللبسين ومثل الكلب ومثل النبتة، لما بينتهي بينتهي، فإذا ما في له حياة تانية. وهيدي النظرة اللي بيقولوها شهود يهوى اليوم. أما يسوع المسيح قال أنا القيامة وأنا الحياة. فإذا من هون منشوف إنه الموت بالنسبة لنا نحن المسيحيين لم يعد مع يسوع المسيح مثل ما كان ما قبل يسوع المسيح. وهيدي عم يعطيهم إذا بدكم أكبر أعجوبة، أكبر أعجوبة بالتاريخ هي قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. وعم بيقول لهم هالقيامة هيدي هي أنتو موجودة قدامكم، بس أنتو ما بدكم تشوفوها. وبيرجع بيحكيهم عن سليمان، وبيرجع بيحكيهم عن عدد من الأنبياء. مرات تاني بيحكيهم عن إبراهيم، بيقولوا له نحن أبناء إبراهيم، بيقول لهم الله قادر أنه يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. حيش تربحوا الله جميلة. إذا بدي أحط الإنجيل بعالمنا اليوم منشوف أنه نحن منشبهون. مش عمول أنه كلنا فريسيين، هلا كلنا فينا شقفة من الفريسيين. نحن مننسب الفريسيين للخوارني، بس مش بس للخوارني. لما يسوع بيقول للفريسيين، لأنه كلنا فينا شقفة فريسيين، كلنا في عنا ازدواجية بحياتنا. يعني الأم في عندها ازدواجية بحياتها، لما بتجي لعند بنتها وبتقول لها ماما ما بيسوى انك تحكي كثير على التليفون، بتطلع بنشوف الام كل الوقت على التليفون. لما الباي بيجي لعند ابنه بيقول له بابا ما بيسواش انك تروح تسهر، منضيع الباي موجود بالكازينو، وغيرها من الشغلات بالتربيه. بنشوف انه نحن بحاله ازدواجيه. فاذا لما المسيح حكي عن الازدواجيه اللي موجوده عند الفريسيين، ضحكت مش هيك مزبوط، عن الازدواجية الموجودة عند الفريسيين، هي ازدواجية موجودة عند كل واحد منا. فإذا الفريسي بيشبهنا وبيشبهونا حتى نحن اليوم. يعني هلأ يقولوا لنا العذراء ظهرت، منترك القداس ومنترك يسوع ومنترك الدنيا كلها، يمكن أنا بركض معكم ايه، ومنروح كليتنا حتى نشوف العذراء، إنه العذراء ظاهرة، مع إنه العذراء بتقول بظهوراتها إذا قالوا لكم أنا موجودة وأنا صار في ظهور وفي قداس، بتضلوا موجودين بالقداس، لأنه هو قمة حياتنا المسيحية. فإذا انطلاقا من هون إخوتي الأحبة، هل أدي الله حبنا؟ ورغم حب الله الكبير لنا، نحن مرات كثيرة بعدنا
عم نطعن فيه بقلة إيماننا وببعدنا عنه. فيسوع عم يدعينا اليوم للعودة للذات ونتطلع بحياتنا، لأنه حياتي كلها أعجوبة. يعني أنا إذا بيجي بتطلع أنا وياكم بحياتي، بتطلع عيوني كيف بتفتح وتسكر، بتطلع أنا كيف بمشي. أنتوا عارفين أنه نحن لما بنمشي منوقع ومنوقف؟ إذا منتطلع نحن كيف بنمشي، حياتي هي وقعة ونهوض من أول بجديد. فإذا حياتي كلها أعجوبة، إذا أنا بدي أجي أطلع شرييني كيف بتمشي، قلبي كيف بدق، لما قلبي بيوقف أنا بموت، لما دماغي بيوقف أنا بموت. فإذا هيدي أكبر عجيبة ربنا عم يعطينا هي، بس نحن ما عم نعرف نقول له مرسي. حتى أنهي أنا وياكم، أكيد رح خبركم خبرية. بخبروا عن هوني باي عنده مصاري كتير، وفي عنده ابن وحيد اختلف هو وياه وفل الابن، وما في عنده وريس تاني، بيموت البي والبي معه مصاري. فبينزلوا اعلان بيقولوا انه توفى فلان الفلاني ابنه، تفضل تاخذ ورثة بيك. ما حدا بيعرفه للولد لانه الولد فل كتير صغير. فهون بيجي ثلاث شباب، وثلاثتهم بيدعوا انه هن هو بيهم. كيف بدها تنحل القصة؟ بيروحوا لعند الملك، بيقولوا له، بيقول له هيدا انا بيي وهذا بيي وهذا بيي. ما في كان دي ان اي بهذاك الوقت. فبيقول لهم الملك انا راح احولكم لعند القاضي، والقاضي هو يلي بيحكم. بيوقفوا قدام القاضي، حلفوا هيدا بيحلف هيدا بيحلف هيدا بيحلف. قال لهم طيب، حتى نقدر نحل القصة رح حط انا صورة للبي، ورح أطلب من كل واحد منكم أنه بالأوس من الشاب يلي موجود معه أنه يضرب الصورة، ويلي بيصيب الصورة بقلبه معناتها هيدا هو الابن الحقيقي. بيقوم أول واحد بياخد الأوس من الشاب، بيتصايب وبيقوس ما بيصيب. تاني واحد بيمسك الأوس من الشاب وبيتصايب بيصيبه بكتفه. بيجي تالت واحد يلي هو الابن الحقيقي، بيمسك الأوس من الشاب وبيزبط مزبوط، بده يقوس على قلب بيو، وبيكب القوس من الشاب من ايده وبصير يبكي وبيقول له انا ابنه بس خليهم هني يربحوا. قال له ليش؟ قال له لانه ما بدي صوب سهمي على قلب بيي مره ثانيه. وبتصور انه هيدي هي حياتنا نحن، يا اما في مرات نحن بنصوب السهم على قلب ربنا بأغلاطنا، بكفرنا، بمسباتنا، بعدم تربيتنا المضبوطة، بعيش الفريسية يلي موجودة بحياتنا. مشان هيك الله عم يدعينا اليوم إنه نكون أبناء حقيقيين، أبناء صالحين لإله المجد للأبد. آمين. نؤمن بإله واحد.